بمناسبة يوم الكتاب السوري وبالتعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب، افتتح معرض شهر الكتاب السوري في مبنى كلية الحقوق بدمشق. الكتاب لا يمكن الاستغناء عنه، الكتاب الورقي تحديدا. عرض الكتب بهذه الطريقة عنصر جاذب جدا للقراء، عندما يرون الغلاف يرون العنوان يستطيعون تصفح ما بداخله، هذا أمر يدفعهم لاقتناء هذا الكتاب. الهيئة العامة السورية للكتاب درجت على إقامة معارض منذ عام 2012، درجت على إقامة معارض في الجامعات السورية، وأحيانا هذه المعارض هي معارض دائمة للكتاب، يباع الكتاب بأسعار جدا مخفضة. العناوين متنوعة جدا، يعني تتراوح بين السياسي والاقتصاد والتراث والفلسفي والعلوم، ومنها المترجم ومنها المؤلف، وربما العدد الأكبر من الكتب العلمية ربما والفلسفية من الكتب المترجمة. هذا المعرض بيستمر لمدة شهر كامل، وبيتم طبعا بالإضافة لجامعة دمشق، في عنا بالمعرض الدائم بجامعة تشرين، وبالإضافة لنقاط البيع بالمراكز الثقافية بكل المحافظات السورية. طبعا بيمتاز المعرض هاي السنة بأنه حيتنقل بين كذا جامعة، يعني كل أسبوع حيكون بجامعة، فمثلا نحن هذا الأسبوع بكلية الحقوق، في عنا بالأسابيع القادمة بكلية الآداب وبكلية الهمك، بالإضافة للمدينة الجامعية. المعرض تضمن كتبا متنوعة في جميع المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والعلمية، ويستمر في أكثر من كلية بغرض تقديم فرص للطلاب باقتناء كتب مفيدة بأزهد الأسعار. المعرض أنه كتير حلو، وأنا كتير بحب المعارض أصلا، بحسها كتير أنه بتساعد الطلاب بتثقف وقصص، وأنا كتير بتمنى أنه يضل في معارض خصوصي للكتب، يعني كتير بتساعد الطلاب يعني على الدراسة على أي شيء. المعرض كتير حلو، وهي خطوة كتير حلوة ويعني ومهمة، خاصة بكليتنا هون يعني، وخاصة الكتب متنوعة، يعني حاولت كل شيء من شعر وروايات وعلم وسياسة، ويعني وكان قصص يعني بتفيد كتير للطلاب هون. في كتير كتب عاملينها للسياسة، مثلا الآثار، مثلا روايات أطفال أو مغامرات وتنمية بشرية. هلا أنا من النوع اللي بحب من كتب التنمية البشرية. شغلة حلوة كتير إنه يعني يصير هيك شيء بالجامعة، يعني حقيقة أنا تفاجأت إنه شغلة حلوة، إنه الواحد بينمي ثقافته وكذا، يعني حتى في كتب كتير قريبة من يعني من كليتنا، كلية الحقوق هون. معرض الكتاب السوري خطوة جديدة نحو ترسيخ الحالة الثقافية وتعزيزها.